على بركة الله، نفتح الجلسة ملف رقم 38 13 يونيو 2014. الماثل في قفص الاتهام هذا اليوم هو انت ماشي وزير، انت ماشي وزير، ماشي وزير، ماشي وزير، انت ماشي وزير، انت ماشي وزير، وقتي تا انا أتى هذا وقتي، وقتي تا انا، الله يخليك. ما تجاوبنيش النائب، يكمل الكلمة، ما تجاوبنيش، هذه نقطة نظام وانا عارف شكون النائب، واحترمنا تنتا وتصنت لينا، تنتا وتصنت لينا، الله يرضي عليك، تصنت لينا تنتا، احترمنا واحترمنا تنتا، احترمنا. انت ماشي الحكومه، ماشي شغلك، انت ماشي الحكومه، ماشي شغلك، ما خصكش تجاوبني، ما خصكش تجاوبني، ما عندكش الحق تجاوبني، ما عندكش الحق تجاوبني، ما عندكش الحق تجاوبني، ما عندكش الحق تجاوبني. انا تنقولها لك السيد النائب، السيد النائب المحترم، عطاك خلي السيد النائب يكمل الكلمه ديالو. اذا قلت لا، ما كاينش دابا، انا عنده نقطه نظام، عنده الماثل في قفص الاتهام هذا اليوم هو المسمى والمدعو عادل تشكيطو بصفته نائب برلماني باسم فريق الوحده والتعدد. يا سي عادل، سيد النائب، سيد النائب، شكرا على الاستجابه للدعوه او الاستدعاء بلغه قفص الاتهام. شكرا لكم كذلك على الدعوه الكريمه، وان كان استدعاء، استدعاء او الاستدعاء، الاستدعاء الكريمه، استدعاء غير كريمه. لا لا، فوضاوي مع راسك. لا اخويا، والله ما فوضاوي، والله ما فوضاوي، احنا غنشوفوا. انا ما كاينش زعما ما تيقتك، تيقتك. عادل تشكيطو اللي كيجي عندنا القفص الاتهام كما جرت العاده، كنقولوا ليه لا الثلاث ديالنا اللي هي الشروط ديالنا ثلاثه، ما تنقص لا نص ولا واحد ولا جوج. اولا لا لرفض الجواب، ثانيا لا لطلب الشهود او الدفاع، ثالثا لا للغه الخشب. متفقين؟ ولكن شي اعتراض سيد النائب؟ ما يمكن لي نكون الا متفق. متفق، ما كاينش اعتراض. دفعات الشكليه ما كاينش في الحكومه. لا لا، داك الشيء تنقول للحكومه في هذه المحاكمه، ما كاينش دفعات الشكليه. مزيان، خشبتك واسعه؟ انا جايب انت، شوف على طي. ها يعني شحال غنعطيو هذيك ال ولا الاكس ال ولا شحال؟ اكس 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 ال. اي اي، مشيتي بعيد، مشيتي بعيد. اقسم ان اقول الحق ولا شيء غير الحق. اقسم ان اقول الحق، ماشي غير في هذا قفص الاتهام، في كل شيء، في اي حاجه اقسم ان اقول الحق. ان تقول الحق، والا كذبتي قد تقلدوا العواشر هذو. افتحوا المحضر ونبداو بالتحقق من الهويه ديال الشرفه. نفتحوا المحضر ونبداو بالتحقق من الهويه ديال الضانين ديالنا عادل تشكيطو بن قاسم بن عبد السلام بن محمد. وبن شكون؟ بن رشيده بنت عبد السلام. وهاد تشكيطو واش كتسوى؟ اش كتعني؟ تشكيطو بتشيكو بالاسبانيه هي الولد، وتشكيطو هي الصغيور ديال الصغيور ديال 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 الولد، بحال تنقولوا الوليد. وليد دابا عادل الوليد. عادل الوليد. منين جاتك هاد الشيء؟ احنا يقال والله اعلم اننا من العائلات التي استقرت في شمال المغرب، من الموريسكيين، وكاينه روايه اخرى كتقول بانه جدي كانوا في الوقت ديال الاستعمار الاسباني كانوا كيلقبوه بها الناس، كانت كتعرف في الشمال منطقه القصر الكبير كانوا الناس يعني العربيه مخلطه بالاسبانيه، وكان تيقولوا ليه. ولكن الاصح لانه منين تنقلب تلقى بانه الروايه الاولى اصح، لانه لقيت عائلات في المغرب سميتهم تشيكيطو، الاصل ديالهم كاملين عائلات موريسكيه. بحال شي بشكيطو دابا. بشكيطو، الحلاوه، الحلاوه. شحال في عمرك عادي؟ 34 سنه، قفلتها في 21 ماي 21 ماي الاخرى. 21 ماي الاخرى. فين تزاديتي؟ في تمارا. فين بالضبط؟ في دوار صحراوه. شنو هو دوار صحراوه؟ هذا هو دوار صحراوه، اكبر دوار او اكبر تجمع صفيحي بمدينه تمارا، وللاسف الشديد يعني تقريبا عمره لاكثر من 40 سنه، واللحظه اللي تموا بغاو يهزوا الناس وبغاو يحيدوا من داك الدوار تكرفسوا عليهم، دوار صفيحي. بغيتي تقول الكاريان؟ الكاريان انا حشمتي تقول الكاريان. لا لا، دوار صحراوه، تنقول دوار صحراوه باش الناس ديال تمارا وديال الرباط وداك الشيء كيعرفوا. حنا عندنا، انتم عندكم هنا كاريان سنترال، حنا عندنا في الدوار دوار صحراوه، دوار القرعه، دوار لاحونه، دوار الصاد، هادو هما الكريانات عندنا. يعني عادي ولد الكريان، ما عندكش مشكل. ما عنديش مشكل، بالعكس، بكل اعتزاز وبكل فخر. بكل اعتزاز وبكل فخر، خصوصا ملي من الكريان البرلمان كتجي هي هادي. ويلي مخيره. مخيره. حاليا فين ساكن؟ انا حاليا ساكن في حي الغزالي، وحي شعبي حتى هو، بحاله بحال
حي عادي زعما ماشي حي عادي. المهم ما بقيتيش في الكارير. لا الكارير الكارير حي لا لا ما استفدتش انا كنت في الحبس. أنا من اعاده الايواء. اعاده الايواء انا كنت من الضحايا ديال اللي ما استفدوش من اعاده الايواء لانه كنا خرجنا في اطار جمعيه امل اللي كانت كتدافع على دور صفيح. كانت عند السلطات الاقليميه ديك الساعه واحد الحسابات معينه واحد المجموعه ديال الناس اللي كانت تم الاقصاء ديالهم وكنت منهم انايا واللي بلغ العدد ديالهم ما يزيد على 200 حاله ديال انا راه تيفكوا لهم المشاكل. ما توقعوش غتولي برلماني كون خافوا منك وعطاوك انت الاول. ما عرفتش راه كانت محاولات من بعد ما طلعت للبرلمان باش تستافد باش نمشي ونقول لهم الله يرحم باكم داك الشقه اللي ما عطيتينوش ديك المره عاودوا عطيوها ليا. ولكن ما درتيهاش. لا ما يمكنش نديرها. ايوا سبحان الله البرلمانيين كاين اللي عينيهم ايوا داك الشيء كله غير التربيه القناعه. لكن الى مولف كتعشى بالخبز وبالبيض ولا بالخبز والزيت وكتقنع به تقول بسم الله الحمد لله وكتشبع راه كتبقى ديما الحمد لله قانع. الحمد لله. والحاله العائليه عادل؟ الحاله العائليه متزوج. شي وليدات ولا باقي؟ لا والو ما جابش الله. ما جابش الله يكون الخير ان شاء الله. ان شاء الله. المهنه صحفي. المهنه صحفي في جريده العالم. تماما. باقي كتخلص؟ لا ما كنت خلص. النهار اللي طلعت البرلمان حبسات الماندا. وشحال كانت الماندا ديالك وانت صحفي؟ ديك الساعه كانت 4300 درهم. ولكن ولكن كانت غادي الاخوان في العالم كيصلحوا لنا الجره ديك الساعه كيقادوا لنا الشغل ديالنا. الاخوان اللي كانوا كيتخلصوا بحالي الان دابا الوضعيه ديالهم الحمد لله مزيانه. المهم السميك ديال جورناليست يعني 5000 والصرف وشي بركه مزيانه ولا 6000 كاع. طيب من 4000 وشويه ايه طلعتي لشي 34000. شحال كتخلص انت برلماني؟ لا على 34000. شحال كتخلص البرلماني؟ تنتخلصوا المهم اللي كتوصل هي 3 مليون و600 الف فرنك. ايوا شتي ايوا مزيانه الخير. 3 مليون و600 الف فرنك يعني ضربتي داك السالير ديالك تقريبا في 10. تبارك الله 55 مرضي 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 والله العظيم الا مرضي بالله. تعيط ليا كتسمع ستي الحبايب بعدا ما كاينش فيها هذه. والله الا في التليفون ديالك ستي الحبايب. الوالده الوالده والوالد عندي هما عيني يعني. الله يخليهم لك. الله يخليهم ليك. وما تلفتيش في النهار الاول خديتي الصالير ديال البرلماني ما تلفتيش كي ديرش دير بهم؟ لا 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 حيت بالنسبه ليا ماشي. انا كنت النهار اللي طلعت البرلمان قسمت داكشي. يلا قولي لنا كيفاش كتقسم ديك 36 درهم. قسمت داكشي اولا قلت خصني واحد ثلاثه ديال الامور اساسيه نركز عليها. خصني الجانب ديال 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 التبرلمانيت يعني تكلف به واحد الجانب اللي هو مهم. التبرلمانيت زعما كتهضر على طنجه على قباص. لا حيت خص نورمالمون نبدا نفكروا بهذا حيت ملي تنقول لك التبرلمانيت كنهضر بمنطق ديال المهنه. اها مزيان فهمتي. غنجيو نفصلوا في هذه القضيه هذه نذكروا عليها مزيان لانه شحال واحد يقول لك انا طالع ونحيد ونمشي بحالي ما تعتبرش انه هذيك راه واجب كيديروا كيتعوض عليه خصو يقوم به. طيب وانت برلمانيت شنو كتخسر فيها دابا؟ بزاف ما يتخسر فيها بزاف. كاين الجانب ديال كاين اولا المساهمه ديال الشبيبه كاين المساهمه ديال الفريق كاين في نفس الوقت التعاون مع واحد المجموعه من الجمعيات يعني محسوبين كتخصك التعاون معاهم. كاين الجانب الاجتماعي حتى هو كاين كيشيط لك شي بركه ولا كتصفي؟ لا 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 المهم باش نعيش باش نعيش باش تعيش باش نعيش راه باش نعيش انا والاسره ديالي راه الحمد لله راه كيبقى المهم ما يبقاش الانسان في الاخر ماد يدو مزيان. داكشي علاش واقيلا بقى فيك الحال. نهار درت واحد الحمله في الفيسبوك ديال المعاشات ديال البرلمانيين انت تنوض لهم قلت لهم بالو ليكم غير البرلمانيين انتم خليو اخوكم يترزق. لا ما قلتش خليو اخوكم يترزق زعما ما يفيد. لا قلت اللي قلت ديك الساعه قلت هو انه ما نبقاش نقلبوا على الحيط القصير. دابا انتم هما الحيط القصير. هو المنتخب بشكل عام المنتخب بشكل عام كيتحسب هو الحيط القصير. لانه علاش كنهضر بالضبط؟ تنهضر عوض ما تبدا تهضر لي على المعاشات ديال البرلماني وشوف لي هذوك الموظفون السامون اللي كيشدوا الصح الدق الصحيح. شوف لي المسؤولين على الادارات العموميه خدامين هذوك. بلاتي انا جيك هذاك اللي كيشد
اللي كيشد 50 مليون واللي كيشد 80 مليون واللي كيشد 70 مليون واللي كيشد 30 مليون واللي كيشد 40 مليون، هادو كلهم اجي نهضروا علاش واش كيدير بعدا باش ياخذ اجي نتاكر واش كيدير خدام السي عادل. لا خدام 70 مليون الله يهديك نتوما البرلمانيين، واحد خدام 70 مليون واحد ما لاقيش 10000 ريال في الشهر، وانت نتوما راه كتخلصوا 36000 درهم اللي هي بالصرف 3 مليون و72000 ريال. انا نقسم لك البرلمانيين وكتمشيو فحالكم وكيبقى عندكم. لا نقسم لك البرلمانيين لانتريت، نقسم لا داك ماشي لانتريت. شنو هو ماشي لانتريت؟ هذيك مساهمه ديالك انت كتساهم فيها لواحد الشركه معينه، واحد المؤسسه معينه كترجع لك من كترجع لك فلوسك. هذه ما فيهاش لانتريت ولا باش نكون واضحين. انا اللي علاش النقاش ديالي باش ما يتفهمش، لانه ذاك المره هذا هو النقاش اللي كنت كنوجه فيه الاخوان، تنقول لهم راه اللي خصو يتهضر عليه الان، ما يمكنش واحد تيشد 1000 درهم في الشهر وواحد تيشد 80 مليون في الشهر، ما يمكنش. حيت الا جينا نهضروا على موظف كتخلصوا الدولة أو لموظف مؤسسة عمومية أو لموظف مؤسسة نصف عمومية، هذا موظف إذا جينا نشوفوا الاحتياجات ديالو في الشهر كاملة كموظف خصها تعوضهم عليه الدولة، ولادو كيقراو برا وكيدي بلاصة بزاف واحد مجموعة، نجمعوا داك الشيء كامل ما يفوتش 10 المليون زعما، و10 المليون لا سي عادي وربي يرزقو في الرق. جاتك عاف هادوك وانا ما جاتكش يا ربي يرزق. راه هاد الكلام اللي قال لك ديال مالك مزغب، مالك مزغب، مالك مزغب، هادشي اللي قلق السلواف هذاك النهار والطيطو اللي نسمعوها في البرلمان. هاد الكلمات ديال واش حاسين بالناس اللي عندهم السميك ولا ما حاسين شاي، وانت وزير وانت ما وزير. لا لا انا شوف باش نتفاهموا، احنا عندنا مشكل الان في لغه الخطاب السياسي اللي ولا رائج، ولينا تنقلبوا لبعضياتنا، كل واحد كيقلب البعض، ما وليناش كنقلبوا على الحل لبعضياتنا، ولينا تنقلبوا لبعضياتنا، هذا هو الاشكال اللي كاين. السي الوفا غلط، قانين على بعضياتنا، قانين على بعضياتنا بهذه اللغه. السي الوفا غلط، والطريقه كيفاش تطرح عليه السؤال واش سميك ولا ما سميكش، هذيك ماشي لغه زعما في تقديري الشخصي. اللغه ماشي السؤال ديال السؤال، لا ديال ولا السؤال ديال السؤال ديال السؤال. السؤال ما عجبكش؟ لا السؤال انا ما عجبنيش باش نكون واضحين. السؤال واش انت الا وزير كذا، بحال اللي كتقول لعباد الله، هذا راه بحال اللي كتقول ليه زعما كتغدي داك الحقد الاجتماعي عند عباد الله. وكاين حتى الجواب ما عجبكش؟ لا الجواب كان كثر، الجواب كان قال لي ما كتعرفش، قال لي ما انت ما داك الشيء ديال زعما انت الا كتعرف التعاير انا راه كنعرف نتعاير كثار منك. هذه ماشي لغه. نكملوا التحقق من الهويه السي عادل. المستوى الدراسي، المستوى الدراسي اجازه مهنيه في تدبير المقاولاتي في مؤسسه خاصه. قالوا لي كنتي طردوك من المدرسه. ماشي طردوني من المدرسه، طردوك من المدرسه هذيك اللعبه ديال جراو عليك. هي هاتي بالضبط جراو عليك. لا ما جرى عليا، لا ما جرى عليا. انا كنت دوبلت الباكالوريا، الباكالوريا، ومشيت جلست في دارنا ما بغيتش نقرا داك الباكالوريا الثانيه، وقعت في واحد الازمه نفسيه الى اخره، وكان جا واحد الاستاذ انا باقي الان كنتذكروا بينات عينيا، السي القضاوي، وواحد الاستاذ حارس عام مسكين السي صافي الله يرحمه، وواحد الاستاذ وجاب عندي حتى للدار وخصك تكمل قرايتك وكذا هذه الى اخره. ورغم ذلك رجعت، ومني رجعت ما بقيتش يعني ما دخلتش ما رجعتش وانا دوزت القرايه ما دخلتش. لا ما كاينش، ما عنديش شي حاجه سميتها القرايه في الراس. فالبكالوريا الثانيه ما كملتش البكالوريا الثانيه وبقيت واقف. دابا انت بحال مبديع. هو مبديع عنده البكالوريا، اسمح لي. قال لي ما عنديش. والراجل انا سمعته قال عنده البكالوريا. وما عرفش قال ما عندوش ولا شي حاجه عاوتاني. باش نتفاهموا على حنا دابا هذا المشكل ديال واش عنده الباك ولا ما عندوش الدكتوراه، واش عنده السادس ولا تيقرا بيت الخامس، زعما ماشي زعما المغاربه محتاجين لك انت تكون عندك وانت كاع حنا كنعرفوا ناس عندهم ما نعرف شنو كاع، وشفاره وبزنازه وسمساره وقلالي الحياء الى اخره. واش البكالوريا ولا الشهاده ابتدائي ولا الدكتوراه هي الانسان؟ الانسان هو العطاءات ديالو. الصحافه دخلت ليها باصرار من زعما كنت انا كان الحلم ديالي جوج ديال الحوايج، اما ندير التمثيل المسرحي. اييه دابا انت كديرو في البرلمان. لا ماشي هذاك التمثيل الاخر، هذا الاخر هذا مزيان واخا التمثيل ديال التلفازه، حنا كنهضروا ديال النجوميه. انت هذه كتبان في دابا هذه تمثل المواطنين ماشي كنمثل على المواطنين. واخا نشوفوها. آه
وكانت في نفس الوقت ندير الصحافة. فبقينا بقيت كندير محاولات، كنكتب إلى آخره، كنراسل عباد الله، نراسل الجرائد، مرة يدوزوا ليا مرة ما يدوزوش. واحد النهار شي واحد في الأصدقاء قال لي اجي نديروا جريدة. ويلي واش انا يمكن لي ندير جريده؟ قال لك يمكن لك دير جريده. مشينا درنا واحد الجريده سميتها الاجيال المغربيه. التجربه كانت تجربه زعما عرفت بانه ما خصش الانسان يبقى يتلاح في اي حاجه. رجعت الله وبقيت كنكتب مره هنا مره هنا مره هنا مره هنا. راسلت ديك يوميات الناس، شي شويه كتبت للصباح، شي شويه المهم كان كاين اللي كيدوز ليا كاين اللي ما كيدوزش ليا. درنا جريده محليه سميتها صوت صخيره التمارة. صوت صخيرة التمارة. تما وليت كنقلب على دي فورماسيون هكا مع واش وصلك للعالم؟ انا جيك زيدني داروا دي فورماسيون كل مره في اين جهه. واحد النهار جيت قلت للعالم انا باغي نستاجي عندكم. لانه انت ولد الحزب ذاك الساعه. انا ولد الحزب منين عندي 14 عام. دزت لجريده العالم قلت لهم باغي نستاجي. دوزت تقريبا شي عام وانا في المركز ديال التصحيح. كان سي عبد الجبار الصحيمي الله يرحمه، مشيت عنده هو سي عبد الله البقالي، قلت لهم انا راه باغي نبدا نكتب. ايوا انا بغيتي تبدا تكتب دير محاولات. بديت كندير محاولات تنكتب مره يصحوا ليا مره يدوزوا ليا مره ما يدوزوش ليا. عام واحد اخر وليتي صحافي. وانا ماشي وليت صحافي بلاتي بلاتي ما زالت شي طويل مازال. زيد دزت وانا في التصحيح وكنكتب مره كدوز هذه مره ما كدوزش. واحد النهار وقع واحد تغيير على مستوى جريدة العالم الأورغانيغرام ديال العالم وهذاك الشيء. أنا جيت طلبت قلت أنه بغيت نحاول. فدخلت داز واحد العام وأنا تنخدم تنكتب عام وأنا تنكتب. العام الآخر دفعوا لي البطاقة صافي وليت صحافي. شحالكم ساهل نتوما في الصحافة؟ ماشي ساهل ودابا اسمح لي الله باك صاحبي ما كاين باك صاحبي ودابا هادشي بالك فيه باك صاحبي. وكم ما كنتيش ولد الحزب غادي يقول لا ماشي بالضرورة. أنا ها هو في جريدة العالم 80% ما عندهم علاقة بالحزب. 80% ما عندهم علاقة سير سولو يقول لك أنا عندي حزب استقلال كل شوية بالعالم. جيتي وليتي صحافي شوية الطموح كبر بعد ذاك البرلمان بين عينيك. إيه كي درتي ليها؟ كي درت ليها؟ دابا انت ورغبتي دابا راك انت متبع معايا هادشي هذا وقاس كدير ليا كي درتي ليها؟ كاين شي واحد متبع معايا راه هو انت السيد القاضي كي درتي ليها؟ البرلمان حقيقه انا كنت على مستوى اقليم صخيره التمارة كان عندنا مشكل ديال المرشح. ايه وجيت قلت للاخوان انا غادي نترشح نترشح في التمارة. ويلي زعما هاد ويلي اللي قلتي انت قال واحد مجموعه الاخوان. فقلت لهم راه حنا ما يمكنش لينا نجيبوا مقعد اعتبار انه الدائره صعيبه بزاف ولكن انا ندير محاولات نتابزوا عليها. انسان طموح المهم هو المشاركه. لا ماشي هو المشاركه ندخل نتقاتل عليها. اييه ولا ما جبتيش ماشي لا ما جبتيهاش ماشي مرحبا. اييه فبان واحد الاخ صديق ديالنا مناضل حتى هو قال لك انا عندي وراجل كبير وكبر مني الى اخره وقديم في الحزب قال لك سيدي انا باغي نترشح. قلت لي جاوا الاخوان قال لك علاش ما تزيدش انت في اللائحه الوطنيه مادام قلتي هذه الرغبه زيد. توكلنا على الله زدنا اللائحه الوطنيه. شحال ترتبتي؟ قدمت الترشيح ديالي. انا جيك قدمت الترشيح ديالي جا على دابا هذه اللي بغيت نوضح للمستمعين الكرام لانه كيسمع اللائحه الوطنيه تيقول راه شدوه داروه تما كاين وصافي راه طاح من السقف ولكن هذا الشيء مزيان المستمعين وتا انا غير المستمعين مزيان نوضح لكم. وضح لينا. فجات في حزب الاستقلال اعتقد انه الحزب الوحيد اللي دار هذه العمليه هذه وكانت دازت الامور بشكل ديمقراطي. شنو هي هذه الامور اللي بشكل ديمقراطي؟ اللائحه الوطنيه هويلي هويلي ولكن من بعد ما يقولوش هويلي. يلا اشرح لينا. لانه حنا على مستوى اللائحه الوطنيه عندنا جوج، كاين اللائحه الممثلين الممثلات ديال النساء وكاين الممثلين ديال الشباب. ففي كل جهه خاصها تعطينا ممثل ديال الشباب وديال النساء وديال النساء. وفي هذه الجهه ماشي تجي شي واحد يقول لنا انا بغيت هذا ولا شي وحده تقول لنا انا بغيت هذا. لا كيدار التصويت كيتجمعوا اعضاء المجلس الوطني ديال الحزب ديال الجهه وكيصوتوا على الممثل. بحال مثلا حنا في جهه رباط سلاز مور زعير كانوا 5 ديال الشباب اللي مرشحين وواحد 4 ديال النساء. 4 ديال النساء خرجت منهم صوتوا على الاستاذه نعيمة بن يحيى ومن بين 5 الشباب صوتوا على عبد ربي. وكان تقريبا واحد 80 عضو مجلس وطني وعضوات مجلس وطني اللي صوتوا علينا. دزنا انا دزت المرحلة الثانية اللي هي المرحلة ديال اللجنة المركزية. اللجنة المركزية حوالي 500-600 ديال اعضاء اللجنة المركزية كلهم جاوا ليلة كاملة ليلة بيضاء جاوا صوتوا
وجا الله تيسير. رتبة جبتي؟ أنا جيت في المرتبة الثالثة مناصفة مع الأخ منصور المبارك. مناصفة. وكاين في رواية أخرى ألسنة السوء الله يسمح لها كتقول بأنك رغبتي وزوجتي وطلبتي باش تكون في لائحة المرشحين ديال صافي. أنت قلتي الله يسامح لها، أنا نقول لك آمين يا رب العالمين. وطلبتي بالضبط السي نزار بركة الله يذكره بالخير. الله هو السي نزار بركة اللي وقف معاك ودافع عليك، خصوصا ما جبتي ديك المرتبة مناصفة. وكان السي حمدي ولد الرشيد كيدافع على المرشح اللي كان معاك مناصفة أو قبل منك. شوف واللي وقع ذاك الوقت وأنه وقع واحد الصراع على أنه هاد المرتبة الثالثة خاص واحد يبقى الثالث واحد يبقى الرابع. أيه طبيعي جدا انه السي حمدي ولد رشيد يدافع على واحد من المنطقه ديالو وواحد كبر معاه. طبيعي جدا. انا ماشي غير السي نزار بركه، والسي نزار بركه ما عمري ما تلاقيت انا وياه هكا بالسلام عليكم وعليكم السلام، ما تلاقيت انا وياه حتى دازت النتيجه ونجحنا والحمد لله بخير. يعني كنت يعني واقيلا هو ما كيعرفش شي واحد سميتو تشيكيطو، ولا انا كيعرف تشيكيطو ما كيعرفوش فوجو. باش نكون واضحين، انا اللي دافع بشده وبشراسه هو الاخ عبد القادر الكحل. ولي دافع عليك؟ ماشي دافع عليا، دافع على 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 عضو مكتب التنفيذي وعلى مناضل في الشبيبه الاستقلاليه. انا جيك وماشي غير السي عبد القادر الكحل، عبد القادر الكحل والسي نزار والسي سعد العالمي والسي عبد الله البقالي، هادو اخوان كاملين جاو قالوا بالله راه هذا راه مناضل تنعرفوه حنايا، باقي هو طفل باقي في الشبيبه المدرسيه. يعني يستحق ترشيح يعني لا يعني عطيوه حتى برلماني. لا ماشي عطيوه حتى برلماني، مضمون اللائحه ديال الشباب. انا ديك الساعه الاستاذ رضوان اسيدي، انا ديك الساعه صوتوا عليا المناضلين في الترتيب. يعني ديك الساعه ما عطاني حتى شي واحد، لا عطاني شي واحد، راه هما المناضلين الاستقلاليين والمناضلين الشبيبه الاستقلاليه. يعني حتى واحد، وسيدي ربي قبل منا ورضات الوالدين زيدها حتى هي الحمد لله. هذا هو اللي كاين. اما شي واحد من بعد تبقى الاخوان منطقيا زعما تدافعوا بشكل منطقي، تيقول لك هذا شاب ولدنا كذا هذه خصو. ولكن في الاخر جينا جلسنا انا والاخ منصور المباركي لانه صديق ديالي وكذا، قال لي نديروا القرعه. قلت انا ما كنامنش بداك الشيء ديال الزهر. القرعه في البرلمان؟ لا ماشي في البرلمان، اي زعما اي واحد اللي غيترشح في لائحه الشباب السي عادل. بعض المرات كتكون هي عاديه وكتشدك تدخلها انت لواحد البلاصه. حيت هي في البرلمان يا السي عادل لائحه الشباب كتعني منطقيا. واخا انا نسولك، عطينا انت حل. يلا دابا انت بغيناك تعطينا حل. أنا دابزو عادي يعجبك حتى الحل؟ لا نتخاصموا ونوضوا ندابزو في الصحافه وتبداو تقولوا الاستقلاليين. انا نقول لك علاش قاتلين على البرلمان واللائحه الوطنيه وشوف هذه. انا نقول لك علاش، حيت كاين يا السي عادل اللي كيسمي اللائحه الشباب هذا ريع ما فابور. نقول لك شكون هما هذوك؟ شكون هما هذوك؟ عندنا في حزب الاستقلال اللي فاتهم الركب، لقى راسو عنده 42 عام علق عليه التران، فهمتي؟ في حزب الاستقلال كاينين باقيين. باقيين الحمد لله، باقيين تيقولوا الان تيقول لك ريع سياسي. تنقول لها سيدي ريع سياسي حيت لقيتي راسك علق عليك التران، ما عندوش الحق حيت كيقول او المنكر هذا الانسان. تيقول هادو، انا نقولها لك باللغه ديال الزنقه اسمح لي على تيقول لك تيقول لك هادو براه شحال طلعوا ولاو في البرلمان، وانا شحال ضربت وانا شحال كذا وانا شحال. وهذه ماشي لغه، ماشي لغه، ماشي دابا ديتيني لهذا الشيء. واحد ما عليه ما به كياخذ 4500 درهم في واحد الجريده معينه، كيتقاتل مع الزمان الله يكون في عون الجميع وعوننا كذلك، شويه لقى راسو ممثل ديال الامه. ما عرق فيها، ما دار حمله انتخابيه. شكون قال لك اخويا ما عرقت فيها؟ ما دار حتى حاجه. شكون قال لك ما درتش حمله انتخابيه في البرلمان حتى هو؟ وشكون قال لك ماشي ريع هذا 36000 درهم؟ لا دابا تقديرك انت للريع ماشي هو تقديري انا للريع، فهمتي؟ هذا مساله، هذه مساله. لا وكاين تقدير، كاين تقدير للريع بالمنطق. دابا الموقع الشيكوك انت دابا في البرلمان، وكنتي في البرلمان وقاس في بلاصتي وكتحيي حتى انت، يا نجي نقول لك وكنتي خدام في شاد عباد الله كتقهر فيهم في ذاك قفص الاتهام. أيه. طلعتي للبرلمان وليتي كتشد ثلاثه ما تعجبكش. انا غنقول لك طلع للبرلمان نقول لك اللهم لا نسالك رد البرلمان وانما نسالك اللطف فيه. صافي خويا قولها بلاصتي، ما نمشيش ليه، ما نعرفش ليه، ما نقدرش عليه. لا ولكن انا تنقول لك فرضا ما كنت مشيتي لتما تقول الدنيا وايلي، ما تبقى تقول حيت هادشي مساله مواقع. دابا منين تبدلوا انا وياك في الموقع تبدا تقول هذا
الشيت شيكيطوك النضال مينو مسكين حيت هذا غير بحال شي تامين كيكونوا صافي ولا هديه لا ديال النساء ولا ديال الرجال الشباب لا ما صحيحاش شوف انا نقول لك واحد القضيه هذا الشيء مرتبط بالمردوديه ريع فوقاش ريع ريع هي منين نجي انا نجلس في البرلمان ونبقى نتسنى داك الماندا او داك التعويض ما نسميهاش ماندا نبدا نتسنى داك التعويض ونمشي نعس مع راسي ونتسنى الانتخابات الجايه تجي ونقلب على شكون يعاوتاني نقلب ندافع على انه داك ما يسمى في اللائحه عاوتاني تشرب المره الجايه انا لا يا اخي انا غادي ننزل في الاقليم ديالي بالدائره ديالي نترشح لان هذا التزام اخلاقي مع نفوسنا ومع المناضلين ومع المواطنين وراه كاينه الان حركه ديال كتطلب انه اللائحه حيت حتى في القانون راه واضحه ما يمكنش تعاود في اللائحه الوطنيه كاينه حركه كتطالب انه يتمدد مساله ديال اللائحه الوطنيه انا غنكون ضدها وغادي نتصدى ليها صافي انت حيت خديتي لا ماشي حيت خديت جتك. لا ماشي حيت خديت جطيتي لا ضد. لا الريع شنو الريع الريع انا نقول لك شنو الريع الريع هو انه منين تمشي هذه الحركه نتزعمها ونوقف حداها ونقولها خصنا نعاودوا في اللائحه الوطنيه حيت استحليت دابا هذا ماشي ريع هذا تاهيل الشباب من اجل المشاركه في العمليه السياسيه هذه كتسمى تشجيع الشباب على انه يدخل يمثل المواطنين في البرلمان على انه يجود العمل ديال البرلمان الى اخره واحد المجموعه ديال الامور عادل تشيكيتو دخلتي لمجلس النواب سخون شويه فرحان براسك عاجبني راسي هاديك شكرا على الاعانه ديالك والعون ديالك بنادم واي عجبو راسه كنت لهنا شويه كذا طلعت التلفازه كتشوف وليت كنقدر نحيح ونتبورد باللغه ديالكم يا اهل السياسه على الوزاره وعلى الحكومه والتلفازه كتشوفني والجرائد يهضروا معايا زوين هذا النشاط ماشي زوين النشاط السياسي انا زعما انا كنتعامل على سجيتي زعما الفطره تندير داك الشيء اللي انايا كنحس براسي كيخرج لراسو انا هكا اللي كيعرفني من زمان وكيعرفني من الصغر ديالي راه عارفني هكا ما كتحسش براسك بانك تنبان لي حاس براسي ولا تنبان ليهم حاس براسي ولا بنت لك انت حاس براسي وعجبني الحال وهذاك الشيء مزيان بخير الشيء اللي بان لي والله وعلم بزاف الناس بان لهم هذا الشيء هذا نعيم واكرم شنو نقول لهم نقول لهم الله يكرم الى درجه بخير. انه واحد الوقت نقول لهم عبد اللون ضاضر انا بالي لكم ما ما ما, ما حاش براسي لا هو راه الشيء اللي سمعنا قبل السيل كذا والسيل فلان والسيل فلان وديك شويه البلطجه البرلمانيه لا ماشي بلطجه هذيك ماشي بلطجه شنو هذيك هو كانت واحد كانت انت بحال شي واحد في الدرب في الفريق ديالكم ديما خارج حتى الاول كتغوت ملي كينوض الصداع في مجلس النواب مزيان هذا الشيء شنو المشكل المشكل هو انه صوره مسيئه للسياسه او صوره مسيئه للسياسه فواحد الموقع الالكتروني على منين جي انا اسمح لي منين جي واخا قول لي كمل السؤال ديالكم سمعوك مراهق سياسي قالوا شي موقع الكتروني أيه ما شتاش اخويا والله لا ما شتيهاش انا قلتها لك مراهق سياسي نكره بغى يولي نجم لقيتي راسك فجاه برلماني دابا دخلت عليك بالله كدير خالف تعرف دابا دخلت عليك بالله دابا متملق ومريد للكاتب العام سي عبد القادر الكيحل بل اكثر كنت شاوش في الحزب دقه واحده كبار وليتي برلماني عندك شويه الحصانه دابا هادشي ما كيبان لكش راه معيور سبان اللي كاتب هادشي هذا دابا هاد الرجل اولا هاد المراه الله يسمح ليه اللي كتب هادشي ما كيبان لكش بالله راه كاين شي شويه ديال الحسد وشويه ديال 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 التمكريه وشي شويه ديال مدفوع من شي جهه ما كيبانلكش ما كتشمشي ريحه خايبه خارجه من داك المقال مدفوع من شي جهه دابا انت صحافي خصك تقرا بعين محايده ما كيبانلكش انقولوا زعما دابا خصك تنقل لي شي حاجه اللي موضوعيه ماشي انا نجي واحد مثلا هذا واحد من بدا هو عليك متملق شاوش وانا كاع كنت شاوش كاع فرضا انا كنت شاوش وشنو المشكل انا كنت شاوش واش داك الشاوش ماشي بنادم لا بنادم والله الا بنادم ومواطن علاش زعما علاش نحقر انا الشاوش واعتبرني انا مفترض انت تشيكيطو يعني اصغر قيمه من الشاوش مال الشاوش سهل لا وها انت قلتيها علاش زعما شاوش في هذوك الشواش ديال حزب الاستقلال وديال المقر والله العظيم الا من اطيب ومن اشرف خلق الله وانا بالنسبه لي الا جاته المناسبه انه يكون برلماني وكان مؤهل باش يكون برلماني والله تنعاونه بالله سير على الله اذا ما خصش انسان متملق
هكذا هذاك الشيء كامل متاح مراهق سياسي مراهق سياسي مراهق سياسي هذا مراهق سياسي ما عندهم شيء الحق فيها بزاف زعما السي عادل ما عرفتش انا شنو معناه مراهق سياسي نقول لك مراهق سياسي اشرحها لي باش نفهم انا غنجي كنجي كنحاول نستول امور معك واخا انت فاهم ولكن غادي لا 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 تنبغي نفهم مزيان باش ما باش ما نغلطش في الجواب بحال شي مراهق مراهق شي واحد عنده 15 16 سنة شرح ويجد جداد وخرج يدير البولفار يستعرضه ما لبسه ودير شي بارفان وقيلة ولا شي حاجة يعني هذه مرحلة من المراحل ماشي غير في الباس انت هو كيديرها في الباس ولكن انت ديرها الاستعراض ديالك في البرلمان واخا انا عادل تشيكيطو كيدوز واحد المرحلة في حياته السياسية وصل لمرحلة المراهقة في العمل السياسي هادشي اللي هذا هو المقصود ياك تقريبا وهذه المرحلة ديال المراهقة السياسية جاب لي الله فيها شي حاجة سميتها البرلمان ونهاد كيستعرض فيها واش نقول لك اخويا انت دابا بالك انا مراهق سياسي انا ما تسولنيش انا ما كنبغيش نقول لا خايبه لا زوينه في الناس خليني وحايد قرع الحمد لله والو وتقول خارف تعرف شوف انا نقول لك واحد القضيه القضيه ديال المراهقه السياسيه هي المراهقه السياسيه راه كيديروها الكبار ماشي الشباب شحال من واحد ولا وزير وكيبان للناس بلي راه كيدير المراهقه السياسيه شحال من واحد ولا برلماني كيبان للناس راه كيدير المراهقه السياسيه وانا تنقول لك على راسي قسما عظما انني تنخدم على زعما بالفطره ديالي ما كاين لا واقيلا شي شويه ديال الاندفاع نديروا النقد الذاتي شي شويه ديال الاندفاع بعض المرات ولكن كنحاول نتخلص منه بشويه بشويه كاين الاندفاع كاين بعض المرات كتلقى راسك داخل في شي صداع في شي معمعه انت ما في غنى عنها ولكن بشكل عام وراه هادشي باين عند اخواتي هما حيت تعرفوا بانه كاين النيه الحسنه وكاين النيه الصادقه راه العلاقات طيبه جدا كيديوش عليك ماشي ما كيديوش عليا تيقولوا هذاك السيد تيقولوا هذاك السيد بوهالي قبل قليل قلت لي السي عادل وحنا كنسردوا لا نسردوا هادشي اللي كتبوه عليك قلت لي مدفوع من شي جهه زعما شي حد يبغي فيك الخدمه باقي ما دايرش علاش ما دايرش علاش في الحقيقه ولكن كاينين الناس اللي عاد بغاوك دير علاش تيدفعوك دير علاش وانا والله ما نزبلها المره الجايه عاد هنا عجيب بلاتي الناس اللي بغاوك او اللي كيدفعوك دير علاش دير علاش والله ما نزبلها مره ثانيه بغاوك لا بغاوك توقف في الدوره ما تكملش واحد المجموعه ديال الناس في الحزب وخارج الحزب الى اخره وما اكثرهم شوف نقول لك واحد القضيه خصك دير انت دابا السي رضوان زعما العالم كله كيعجبو رضوان ما كنعجب حتى حد انا كاع انا كتعجبني اخي الله يرحم والديك باش نكون واضحين انت عندك واحد من المعجبين الله يجازيك بالخير والله ما نحن فيك واخا تقول لي كنموت عليك انا لا لا خذ راحتك بالعكس انا جاي عندك جاي معوال على انه رضوان راه انت الدرجه ديال المعزه ديالك للضيوف ديالك كتبان في القصوحيه قد ما قصحتي معاه قد ما راه كيكون عزيز عليه حشمنا الحبيب ديالي اللي خطيك هذا الحبيب نديروها بين مزدوجتين ونمشي ونرجعوا للضانين والمتهم قلتي شي جهه ما تقدر تكون باغا فيك الخدمه وانا نذكرك بواحد الحديث كان وقع وانت حاولتي تستغلها وحاولتي دير فيها بطال الاخ ديالك تشد بتهمه المتاجره في المخدرات وتكوين عصابه اجراميه شي صحيح واه ما عرفتش نقول لك دابا الاخ ديالي تشد في سياق واحد الحادث معين لا داعي لاننا نخوضوا فيه وكان تشد يعني من طرف تشد بواحد الطريقه اللي هي طريقه يعني هوليوديه انه السيد ينطم دوري ديال كره القدم كتجي تعتقلوا من وسط عباد الله بديك الطريقه وكتديه وكتقول لنا تنقول لك شنو التهمه كتقول لنا تجاره المخدرات وتكوين عصابه اجراميه بلاتي انا جيك باقي ما كايناش تكوين عصابه اجراميه تزاد من بعد تجاره المخدرات كنا اليوم مزيان بغينا الله يكثر خيركم نعرفوا لمن باع وشكون اللي باع ليه وفي كان كيبيع وإلا كان كيتاجر في المخدرات فين هو هذا المحجوز دازت واحد جوج سوايع قالوا لنا لا راه وقع واحد الخطا لا راه هو عنده سيدي السرقه الموصوفه السرقه الموصوفه وتكوين عصابه اجراميه قلنا لهم مزيان ايوا السيد لا داير السرقه الموصوفه شنو سرق
ومني كتقول لنا السرقه الموصوفه فوقاش كانت السرقه الموصوفه؟ هو تشد في شهر 8 تيقولوا لنا السرقه الموصوفه كانت في شهر 12، تكوين عصابه اجراميه في شهر 12. مزيان، شكون هما العناصر ديال هذه العصابه الاجراميه؟ بح، ما كاين حتى واحد. شنو سرق؟ قال لك سرق خنشه السكر. قلت لهم دخلت عليكم الله، زعما حتى منين كتبغيو تلصقوا لشي واحد شي تهمه قلبوا على شي تهمه مزيانه. واش غير تسقوا ليه زعما؟ لا، وهم تقول لي خنشه السكر تقطعت في 99 وانت كتقول لي سرقها هو في 2013 ولا 2012. زعما ما دخلتش لك الدماغ. ماشي ما دخلتش، ما دخل حتى شي واحد عاقل في راسه. كيف تطورت الامور من بعد؟ تحاكم ولا ما تحاكم؟ لا ما تحاكم ما والو، لا غدا قال لك وقع خطا وكذا وتطلق. وتطلق صافي صافي. استغليتي النفوذ ديالك داك الساعه؟ لا ما استغليت لا نفوذ ديالي لا والو. انا مشيت للوزير العدل ولا والو داك الشيء. انا ما حيدتش من الكوميساريه، كنتسنى شنو يوقع. ما هضرت لا مع وزير العدل لا مع وزير الداخل. عندكم وداك الشيء كامل؟ لا خويا لا لا، غادي ندير سؤال شفوي. لا ما كاينش داك الشيء، ما بقاش شي. ما خصك تعرف واحد القضيه، البرلماني ما بقى يخلع حتى واحد زعما. لا والو ما كيخلعش. ما بقى يخلع حتى شي واحد برلماني الان. رجل امني يوقفك في الشانطي تقول لي برلماني، تيقول لك اخويا انت اللي داير لي القانون وعنده الحق. عبروا عليكم؟ لا ماشي عبروا عليكم، هذاك الشيء اللي خصو يكون. ما عبروا على عليا لا عليك، هذاك هو القانون. هذاك داخل مجلس النواب داخل الفريق ما كتحسش براسك؟ هذا واحد الوصف اخر عاوتاني. زيد اخويا غادي يقول لي الله يسمح اليوم بانك بيدق ديال الامين العام. بيدق ديال الامين العام ما عرفش البيدق دابا، ما عرفتش انا البيدق دابا. هذه عاوتاني حتى هي كلمه قدحيه. لا هو راه كنقولوا هنا الكلام القدحي زعما. ما كنقولوش زوين انت زوين وعينيك زوينين وشعرك رطب. تقدر تقولها، تقدر تقول بيدق. نقول لك بيدق، نقول لك بيدق. بغيت نشرحها لك زعما، انا غير بغيت نخرج من شويه دوك السواك اللي خلاها. دابا انت حاطني في قفص الاتهام. ملي كتقول التهمه كتاصل ليها، كتقول لي راه هاد التهمه ها كي ها هي شنو هي التهمه وها علاش التهمه. انا غناصل ليها دابا. زيد اخويا مرحبا. بيدق بمعنى نقول لك بطريقه اخرى ديال الدارجه، كياكلوا بفمك التومه، داك الشيء اللي ما قدروش يسولوا فيه، ما بغاوش يسولوا فيه، ما زعموش، كيقولوا هذا التشيكيطو يؤدي هذه المهمه. اش نقول لك اخي زعما؟ ديما مقدمينك. سبحان الله العظيم. نقول لك واحد القضيه، شي الاسئله لا الشفويه لا الكتابيه اللي كنقدم وكنصيفط كنرسل للحكومه، ما عمر شي واحد جا هضر لي عليهم. من نيتك ايوا دابا قلتي لي ياك حلفنا بالله تنهضروا على الحقيقه. كنعاود ناكد لي انني تفاجئ. اقسم لا تنهضر معك، ما كاينش زعما السؤال. نعاود نحلف لك بالله قسما بالله العلي العظيم، ما عمر شي واحد دار لي الرقابه على شي سؤال درته، وما عمر شي واحد جا قال لي دير هذا السؤال تشيكيطو انت راه معي، راه غير دير داك السؤال زعما قدموه صيفطوه. ما كاينش الاسئله اللي كنصاوبهم وانا مقتنع بهم وعارف بانه وهذيك الاسئله كيمثلوا واحد الخلفيه حقوقيه سياسيه ديالي. مزيان بلاتي بلاتي بلاتي. وانت الا عندك شي سؤال شميتي فيه الريحه بانه فلان، ماشي غير انا اللي شميت الريحه. يلا عطيني الراي العام كله شميت. كتجي وكتسول على تشميع بعض البيوت. تشميع بعض البيوت ديال القاده ديال العدل والاحسان. ايوا بينو بينك دخلت عليك بالله. دخلت عليك بالله. انت واش كيبان لك بالله راه من المعقول انه شي واحد يتسلك هذاك؟ لا واش شي واحد يبقى بيت البيت ديالو عامين ولا ثلاث سنين هو مسجون؟ شغلك هذاك. انا اللي واش دابا قال لي شي واحد تادي وما لا قال لي شي واحد لك زعما؟ لا قال لي شي واحد قول لي شكون واحد اللي قال لي. موقف سياسي فاش كطرح بحال هذا السؤال. لا هو هذا السؤال راه فاجئ الجميع، كلشي اعتبر تيقول لك ويلي حزب الاستقلال يطرح هذا السؤال. هذا العدل والاحسان كاين التقارب شي حاجه تما كاين هاد الناس هذول. وانا انتمي، انا كاتب الاقليمي ديال العصبه المغربيه للدفاع عن حقوق الانسان. مزيان سيدي ما قلتي عيب. وعضو اللجنه البرلماني ديال حزب الاستقلال. لا انا جايك، انا جايك للامين العام ديالو. انا جايك انا جايك شباط. انا جايك انا جايك دابا الامين العام للعدل والاحسان جا وهنؤوه ملي رجع امين عام. العدل والاحسان كيهنؤوا دائما حزب الاستقلال. واش تشاورتي في هذا السؤال؟ لا ما كاينش مشاوره، ما تشاورت مع حتى شي واحد. وكانوا اخوان جاوا قالوا لك وما كنتيش تزرب هذه الى اخره، ولكن انا ما تنتشاور مع حد. شنو هذا الحزب اللي ما عارف الاسئله اللي غتطرح بسميتو؟ وعلاش يعرف؟ انا راه برلماني ممثل للامه، ولكن باسم حزب استقلال. ولكن باسم حزب استقلال وممثل للامه. انا كنشوف بانه
هاد الدفاع عن بيوت مشمعه خصها نخصنا نعرفوا المآل ديالها. كنشوف كنقارن كنشوف هذا السؤال هذا واش عنده علاقه بمرجعيتي الحقوقيه والسياسيه. كنلقى بانه مرجعيتي السياسيه والحقوقيه تتقول بانه ما عندوش الحق شي واحد يجي يسد البيت ديال شي واحد ظلما وعدوانا. كنطرح سؤال الى هاد الشيء هذا ما متناغمش مع بعضياته. كاين اسئله كنبغي نطرحهم في بعض الاحيان كنلقى بانه راه ما عندهم علاقه بالحزب ديالي زعما مرجعيتي السياسيه وايديولوجيتي ما شداش. ما كنعطيهم اتساع. فاش طرحتي السؤال وتجاوب نعم. عليه وكان شويه ديال اللغط في وسائل الاعلام ما قال لك والو السي حميد شكرا. لا ما هضرش معايا ما هضرش معاه رئيس الفريق ما قال لك والو ابدا. يعني متفقين مع شي؟ كيفاش متفقين مع شي؟ شنو زعما متفقين مع هادشي توهما ما خصهمش يتفقوا؟ لا ما قلتش هادشي واش متفقين معاك وعندك ميساج هادشي كيفاش عرفت انك دير سياسه السي عادل؟ اي عارف 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 تندير سياسه فيه ميساج فيه دي ميساج ماشي غير ميساج دي ميساج بمعنى بمعنى انه هاد الناس هادو كيخليو النائب البرلماني طالع باسم اللائحه الوطنيه للشباب وكيمثل المواطنين وممثل ديال الامه وهادوك الناس ديال العدل والاحسان مواطنين مغاربه عندهم لاكارت ناسيونال فيها مغربي تحد ما قال العكس بمعنى انه حقنا عليهم. وانا تنقول لك المبدا تنهضر لك بشكل عام يعني حقهم علينا اننا ندافعوا عليهم حتى هما طبعا. اذا هذا المبدا واش يمكن يكون شي واحد ضد هذا المبدا؟ حد إذن أنعم وأكرم. ولكن لأن السياسة ما فيها شيء صدفة وهذاك الخبث هذاك ماشي السياسة اسمح لي هذاك أنا كنسميه الخبث. أنا منين كنولي كنحسب أنا بالنسبة لي منين يتقاص السي رضوان في شي حاجة واخا تكون أنت ما نعرف معاه منك أنت غادي نجي نوقف معاك لأنه كنعتبر بأنه رضوان مواطن مغربي ولا بقينا تنحسب أنا سنهضرك على راسي. ولكن ترى في البرلمان ماشي ديال راسك ماشي ديال رضوان ديال رضوان خصني ندافع على رضوان في مجلس النواب السيد النائب انت كتمثل واحد الهيئه السياسيه والكلام اللي كيصدر على ديك الهيئه السياسيه يلزموها ويفيد ما يفيد. شوف ما تقولش لي داكشي كان بريء. لا ماشي ما قلت كان شي بريء وقول لي اش كنتي باغي تقول. لا اللي كنت باغي نقول هو انه هاد الناس هادو راه كيتسناو يعرفوا شنو الدار ديالهم. هذا من حيث الشكل حتى المضمون هو هذاك الرساله ديك تحت الماء. الرساله هو انه الان حنا لا بيجي دي زعما لا 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 ما تيتحرج مصطفى الرامي لا لا ما كاينش هادشي هذا كامل الا اللي بغى يقرا القراءه انت يا بريء. لا هو شوف باش نكون واضحين وديروا قد راسكم وقول لا غلطتوا في القراءة. جوج ديال الرسائل كانت مشات ورسالة لوزير الداخلية ورسالة لوزير العدل. رسالة لوزير الداخلية كو كان أي زعما بغض النظر على شكون الوزير راه مشات لوزير الداخلية. رسالة لوزير العدل مشات لوزير العدل بغض النظر على أنه الرميد ولا ماشي الرميد. السير الرميد كوزير العدل مشكور جاوبني راه جاوب. بالنسبة لي راه منين يجاوبك على هذا الملف راه مزيان راه داك الرسالة اللي بغيناها تدوز راه هي هذه هو أنه ما بقاش شي موضوع في البلاد سميتو ما خصناش ندافعوا عليه وما خصناش نهضروا عليه إلى آخره. أنت كتسول كل شيء؟ كنسول كل شيء الحمد لله. اللي جاك في بالك تسول فيه؟ دابا أنت كتسولني ماشي بحال ماشي وجهك ثم كتسولوا باش تحللوا الصالير ديالكم وأنا كنسول باش نحلل. أنت كتحلل الصالير ديالك ولكن أنا ما عنديش الخلفية السياسية وأنتم كلامكم دابا الفرق أنا بوالي كثار منك في هذا الشيء. الفرق اللي بيناتنا هو أنه أنا منين كنسول كيديروا معايا السياسة بالأجوبة. أنت كتسولني راه ما كنديرش معاك السياسة كنجاوبك على سجيات كيفاش سجيات اشوف راه حلفنا بالله راه قلنا في الاول والله سيدي تنقولوا الحقيقه راه الحقيقه اللي تنقول لك انتيقوك نعمس ولا كذبتي ولا احتاليتي تقليد ديال رضوان وديال المستمعين على كتافي. هذا المقعد هذا اللي كذب فيه كيجيبها في راسه ما عندنا ما نديروش كتخرج لي طريفه هكاك. عندك 36 الف درهم مشات لك السيد النائب مره اخرى. قلت لك كتسول في كل شيء واش كيكون الهدف ديالك هو انك تبوزا شي شويه في مجلس النواب ولا فعلا كاين داك الهاجس ديال نمثل الشعب المغربي والامه واكون لسان الشعب؟ شوف انا اسمح لي ديما كثرت عليك بهذا الشوف ياك انا دابا قول لي اسمع مرحبا تفضل السي رضوان. خصك تعرف واحد القضيه انا الحمد لله معروف عند الاصدقاء ديالي وفي عائلتي ومع الحزب نشيط
ما تنبغيش نبقى جالس، ما يمكنش نجلس النهار كامل وانا ما كندير والو، ضروري خصني ندير شي حاجه. انا في البرلمان، قريب حدانا حدا دارنا، كنخرج من الدار 10 4 ساعات ثلث ساعه كتلقاني في البرلمان، كنمشي للبرلمان كندير الواجب ديالي. ملي كنمشي حيت مسالي ما عندك لا 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 ما لا شوف ولا انا حاضي لا. انا حاضي هادشي تا برلماني تا برلماني راه قلت لك في الاول صافي خصك شي ملا صافي وربي كل كيخلص كل واحد على قد نيته على قد نيته صافي ما قلتي عيب الا كانت نيتي انه نجي نبدا نتبوزا وهداك الشيء راه عندنا ومالك محكر على السي محمد الوفا نسيتي العشرة انا ما بينو بينو 10 والله ودي هو من بنات الحزب ودابا اللي تقول دابا قلتي لي نسيتي 10 10 الحزبيه خاطبتيني الدم الحزبي خاطبتيني انا الدم الحزبي يا الشريف ديالي شوف نقول لك واحد الشيء دابا السي محمد الوفا الداخل ديالو والله الا راجل مزيان الداخل ديالو برا ديالو برا ديالو ولا كيدير شويه ديال ان عكسنا وتيدير شي شويه ديال التحرميات مع الحزب اللي هو كبر فيه تحرميات كاع تحرميات كيدير ماشي تحرميات بداك المفهوم ديال تا هو تقلي السم نتوما كتقليلي لي السم ايوا والبادي اظلم شكون اللي بدا هذا الشيء هو اللي بدا هو اللي ما بغاش ينسحب يمتثل القرار ديال اللجنه المركزيه والمجلس الوطني ديال الحزب وما عجبوش هذا الشيء كامل ما عجبوش ما بغاش يكون بيدق حتى هو يجي الحزب دابا حزب استقلال هذوك الاستقلاليين كلهم بيدق لا هو اللي قال هذا الشيء هو اللي قال هو قال ما بغاش يكون بيدق دابا ما يزيد على مئات الالاف ديال المناضلات والمناضلين كلهم بيادق والسي الوفا هو اللي ماشي بيادق اجي خويا الحزب قول لنا راكم بيادق ونسمعوها لك وقول لنا ها علاش نتوما بيادق ونسمعوها لك وقول لنا ها شنو خصكم باش ما توليوش بيادق ونسمعوها لك ماشي تخرج برا ودير قرار ديالك وتمشي بحالك الا ولا كل واحد في الحزب كيدير اللي في راسه ما بقى حزب ايه ولكن هادشي في الحزب بيناتكم ما استقلاليين ماشي مشكل شغلكم فكوه مع بعضياتكم وكي حنا من المغاربه صدعتوا لنا راسنا بهذا الشيء في مجلس النواب المؤسسه اللي انا بغيت تصنت لهذا الشيء نوب انا بغيت تصنت لي بغيتي تصنت لي ما تصنتليش ياسي تبع الكره المنتخب ايه السيد النائب ولكن هذا الشيء كيكون فيه مؤسسه اللي كنخلصوكم من جيوبنا وكدو تقليو السم لبعضياتكم كدو داك الشيء فاهمينو غانتوما انا نتفاهم معاك وانت بالضبط متخصص شي بحال شي مهاجم في واحد الفريق اللي هو الوفا وانت عاطيك مدافع كيقول لك هرسو انت الدور ديالك في الماتش كله هرس داك السيد تخلي شي ماركي اخويا شكون قال لك انا كنهرس في السيد شحال من سؤال سولتي الوفا سولت سؤال شحال من تعقيب لا ماشي سؤال واحد ماشي سؤال سؤال انا كنت تطرحه على السي عبو وجات فيه ماشي جات فيه هو قبل منا قال لي وحنا كنا طارحين سؤال على الزياده في الاسعار على حمايه المستهلك فكي قبل منه السي الوفا كيجي تيقول لنا بانه الخبز اللي حنا كندعموه وكنعطيوه كذا راه فيه مضار للمواطنين انا استغليت ديك السؤال قلت ليه كيفاش انه هذا الخبز كيضر عباد الله وانتم الحكومه كتدعموه قلتيها بهذه الطريقه قلتها بهذه الطريقه الله ودي ايوا عاود راه عندك دابا انت الفيسبوك جبدو الله ودي يا ريت كنت تدوي بهذه الطريقه واش اللحن واش كتهضر على اللحن سير كنهضر على اللحن والتوزيع ايوا هذاك هذيك حاجه اخرى عاود كيكون قليان السم لا ماشي قليان السم واش انا البلاتي انا نعاود نطرح هذاك السؤال نعاود نطرحه ونقول لك السي الوفا الله يكثر خيرك واش نتوما كتدعموا الحكومه والحكومه كتدعم ماشي كاع هكا وي شنو بغيتو راه خصني نهضر معاه خصني لانه اصلا ماشي حيت حنا كنمثلوا ولا كنتصنعوا داك الشيء حنا اصلا كتبغي تبانوا في التلفازه لا خلع كيفاش بغينا راه التلفازه شوف التلفازه راه تشدك ملي كتكون الجلسه كاين جوج ديال الحوايج يا اما تشدك التلفازه وانت كتقوم بالواجب ديالك ولا تشدك وانت ناعس اللهم يشدك وانت كتغوت لا ماشي كتغوب تتقوم بالواجب ديالك تحيح كتغوت تقوم بالواجب ديالك ايوا دابا انت بغيتي تسميها تحيحات لا حيت بعض المرات نرجع لك التمثيل دابا باز لينا يا صاحبي النهار اللي يطلعوا البرلمانيين يكونوا مقتولين مسالين وبرلمانيين صوتنا عليهم ما داروا والو نهار ينوض شي واحد يدير الواجب ديالو نبدا نقولوا ليها كتبورد كتبوزا فيك العياقه المراهقه السياسيه نجمعوا ليه كاع داك القفه اللي عندنا فيها الخايب ونبدا نصيفطوا ليه نعلو الشيطان شي شويه يا ربي اتقوا الله نعلو الشيطان ماشي كامل نعاود نرجع لك ناكد ان ما بغيتيش تخرج من رونت كسي عادل المساله ديال الخطاب ديالكم في مجلس النواب مع السي الوفا او مع وزراء العداله والتنميه
حنا تنقوموا بواجبنا كمعارضه. اش كنقول لك بيدق جيبها فمو قول زوينه انت بعد هذاك بيدق كتخرجها من فمك بنينه شويه الله يبن لك الله يبن نيامك دابا اللي بغى يحسبنا شوف واش هذيك سياسه ولا قليان السم. احنا في حزب استقرار ما عندناش البيادق، احنا راه حتى واحد فينا ما ساهل باش شي واحد يديرو بيدق، حتى شي واحد حتى واحد فينا ما ساهل. انا السي رضوان معايا في الحزب قياس الخير لا قدر الله، والسي رضوان غادي متزعم واحد واحد المجموعه ديال الاخوان. حنا شادينو دايرينو هو الزعيم ديال هاد ولا داروني انا سيدي كاع قالوا لي انت اللي كنشوفو فيك كف انك تقود هاد المسيره. هادوك اللي خدامين كيشتغلوا معايا بيدق وبعدا على القضيه يكون في علمك السيد النائب المحترم. دابا في المغرب راه ولاو جوج الاحزاب، العداله والتنميه وحزب الاصاله والمعاصره. هذا تصريح ديال السي حكيم الشماش رئيس المجلس الوطني لحزب البام، من هذاك الشيء ديال التاريخ والشرعيه التاريخيه وداك الشيء بح باي باي. كان هنا كان ابوك صالحا. هو السي بن شماس كيعطي وجهه نظره هو الخاصه، زعما دابا هذا الشيء دابا قال هذا الشيء راه كتاب منزل، راه خاص المغاربه يسمعوا السي بن شماس ويقولوا صافي راه قال السي بن شماس راه ما بقى حتى شي حزب الاخرين البخوش كيدور. قال السي بن شماس رايو يحترم اختلف معاه. فيكم الخلعه قالك اي رديتوا عليه فاش ردينا عليه، ودابا نوض فينا الخلعه. داك الشيء على حساب كل واحد والقلب ديالو، كاين اللي غير الدبانه كتزنزل ليه في ودنو كيتخلع، كاين اللي الحمد لله ثابت وواقف وراسي والتاريخ يؤكد ذلك. ما محتاجينش حنا شي واحد يجي يخلعنا زعما لا والو ما كيخلعنا حتى واحد الحمد لله، كنخافوا من الله سبحانه وتعالى. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وحتى ما باقي كنديروا الاحترام اللي للناس اللي خصنا نحترموهم والجهات اللي خصنا نحترموها راه نحترموها. ايوا سيدي مزيان هذا كلام ما قلتي عيب، ولكن ما عرفتش واش زيد زعما الاثر وهاد التكوينه اللي مكونين هاد الايام شكون بردتوا شويه اللعب. لا ما كيبان ليش انا زعما غادي نمارسوا الامور ديالنا بشكل عادي عادي جدا، ما كاين حتى شي مشكل. وحتى لا حيحنا راه بشكل عادي، راه حنا الناس راه كينساو بانه راه حنا تنديروا المعارضه مع الاصاله والمعاصره ومع الاتحاد الاشتراكي. ومالهم الاصاله والمعاصره والاتحاد الاشتراكي فيهم الجربه؟ لا ايوا شنو شنو راه الاصاله والمعاصره احزاب سياسيه محترمه. الاصاله والمعاصره هما اللي قالوا عليكم اودي صافي سالينا سالينا. ايوا رايهم هذاك زعما ماشي من هذا الحزب سالينا. لا الا قالوها هما زعما الا قالوها قالوها نقول لهم انت انا تجي مناسبه نقول لهم باي باي بالسلامه عليك طريقتي الا قالوها عادي الشيكيطو ثلاثه الاسماء غنعطوه لك تتكلم معاهم. مرحبا او عليهم ثلاثه الاسماء يا سي عبد سي عادل مكلي عبد ما في مشى بالي عاوتاني. الاسم الاول بطبيعه الحال غادي نتكلموا على السي عائله بن كيران. تكلم معاه قول ليه شي حاجه. سي عبد الاله بن كيران كشخص رجل طيب كرجل دوله خصو يعاود يرتب الاوراق ديالو ويعاود يقاد اموراته لانه غادي في الطريق الخطا. طريق الخطا. الاسم الثاني سي محمد الوفا. سي محمد الوفا الله يرد به. مالو تيبان ليا ضال تيبان ليا تالف مسكين الله يرد به ويرد بنا جميعا. الاسم الثالث والاخير عبد الواحد الفاسي. عبد الواحد الفاسي هو رمز من الرموز ديال حزب الاستقلال. لكن للاسف بعض الاخوان سامحهم الله حاطوا به وداروا به ووجهوه في اتجاه غير صحيح. وانا كن زعما من هذه المناسبه تنطلب من السي عبد الواحد الفاسي على اعتبار انه ابن الزعيم على الفاسي هذه وحده، ثانيا رجل ديال الوقار وكاع الاخوات والاخوان في حزب الاستقلال كيحترموه، تنطلب منه انه يرجع لداخل الحزب
واي حاجه كانت عنده بغى يقولها داخل الحزب واي اعوجاج بان ليه بانه ما صحيحش داخل الحزب يرجع ويقولوا ويقنعنا به ونتفقوا معاه ولا نختلفوا معاه. المهم داخل الحزب انا ضد شي حاجه سميتها نشر الغسيل على في السطح ويتفرجوا فيه اللي سوا واللي ما يسواش. صعيب هادشي اللي سوا واللي ما يسواش. هل لديك اقوال اخرى عادي تشيكيتو؟ واخويا اش نقول لك وجتي اخي رضوان مزيان ماشي بزاف انا هني وصافي كندير الاستنزال وكينزل لي داك الشيء. واش نقول لك اللي نقول هو انه نعاود نقول لك راه حنا المفروض انه الان في الاعلام يعاون ويساعد للمؤسسات المنتخبه لان للاسف الشديد خصوصا المجلس النواب للاسف الشديد دخلنا في بعض في انفاق يعني مظلمه ولينا بعض المرات كنلقاو راسنا غير كنضربوا في بعضياتنا بلا ما كنعرفوا بعضياتنا. المفروض انه الاعلام الان يعاون ويساعد ويروج واحد الصوره حسنه وسيئه وحسنه وغير سيئه غير سيئه غير سيئه على البرلمان لانه المفروض الان في المستقبل الكتلة الناخبة تفرز لنا المنتخبين اللي يمثلوا البلاد ب يعني بتمثيل احسن وداك الصوره النمطيه اللي لاصقه في الذهنيه ديال المواطن تحيد تجاه البرلماني وتجاه السياسي وكثر. والاعلام كذلك خصو يساهم بشكل كبير انه يغذي داك النفس ديال المواطنه في المواطن لانه المواطن زادوكم شي بريمه هذه المره؟ لا اخويا باقي ما زادو حتى شي حاجه ما زادو حتى شي حاجه داكشي كامل كنقراوه غير في الجرائد ما عندنا علم به وما في خبارناش وايلي تنقول لك انا اللي عندي دابا وليتو غادي تخلصوا باش تجيو العاره نجيو ندوروا معاكم شكون اخويا خلصوا ما خلصوش حنا راه تما نتوما تما هذا هو اللي كاين. المهم كنهضر على عادل تشيكيطو. شكرا عادل تشيكيطو. نغلق المحضر والحكم كيف العاده للمستمعين. شكرا كريم نيتسي صابر فوندا رفعت الجلسه.